عندنا حل بعض أسئلة الإنجليزي صف السادس ابتدائي. عندنا هنا حل السامبل 3. Write the ending for this word. اكتب نهايات الكلمات. عندنا هنا باص درايف. باص درايف هنا نضيف لها ER تصير باص درايفر. فهنا الأولى ممكن أن نحلها بالشكل التالي، نقول له هنا يا أما نكتب الإضافة أو نكتب الكلمة كلها، فنقول له باص درايفر. نعم باص درايفر. إذا نجي للثانية، الثانية شوب أسيستانت. شوب أسيستانت يعني هنا نقدر نكتب بس هو يريد هنا بس الإضافة، إذا ممكن أن نحذف ذني وهنا بس الإضافة نخلي له أي أن تي. وعندنا الثالثة، الثالثة تو توما نحط له بس ال او توماتو. واذا نجي للرابعه توماتو، نعم الرابعه انتر انترستينج انترستينج. هو اذا نجي للخامسه، الخامسه راح نقول له جاك جاكيت، نضيف لها الاي تي وينتهي حل هذا السؤال. نجي الى هذا السؤال. دكتور، الدكتور بالاكيد الطبيب بالمستشفى. الانجينير المهندس وين يشتغل؟ واكيد المهندس يشتغل بالاويل ريفاينري يعني مصفى نفط. فهنا راح نقول له اويل ريفاينري. هنا هذا حل الاولى انتهت. نعم اذا نجي هنا كلين كلين يعني شنو اللي صار هنا؟ ضفنا ايدي يعني حولناها للزمن الماضي. اكيد الباي هنا الحاله مالتها شاذة، ما نضيف لها ايدي ولا نقلب الواي. تصير عندنا بوت. هنا جيش تكتب ولا تلفظ بوت اللي هي معناها اشترى. هنا شورت لونج شورت طويل قصير. اكيد بلين بلين معناها عادي عكس عادي، اكيد راح يكون ملون ملون. كلو كلورفل كلورفل. وعدنا هنا هنا انترستينج هي نفسها هاي. اذا نشوف انترستينج هاي انترستينج هي نفس التكمله مال هاي الانتر. هنا خطأنا بيها انترستينج اي ان جي. هنا جي مكان التي خلوه جي. نعم فهنا التول تولست يعني شنو؟ هنا صارت مفاضله ضفنا لها اي اس تي. ليش ضفنا لها اي اس تي؟ لان عندنا مقطع واحد تول بحرف عله واحد يعني مقطع واحد، فهنا ضفنا لها اي اس تي. زين هنا اكثر من مقطع ان تر ريس تين يعني كم مقطع؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. فهنا ما نضيف لها اي اس تي بالاخير، وانما نخلي لها شنو؟ نخلي قبلها ذا موست. هنا نخلي قبلها the most ونكمل له enter
resting interesting. Now the most interesting هنا ال I I self هنا ضمائر انعكاسية. هنا ال we أكيد راح تصير عندنا our our selves our selves دي هنجمع هنا راح نكتب له our selves مقابلها. وعندنا هنا thick than الهارد اللي هنا ايضا معاكس. اذا نشوف هذا الحرف X معناها يريد معاكس الكلمة. وهنا قلنا الهارد خشن العكس ماله ناعم soft so of at soft. هنا بس احنا من نريد نجاوب ما نكتب هيش يسوي جدول ونخطط ونكتب هيش كلمات، لا نكتب بس الرقم والإجابة الرقم والإجابة. يعني هسه مثل السابعة نريد نجاوبها بورقة الامتحان، مثلا نقول له رقم سبعة نخليه شارح ونجي هنا السابعة هي himself هي هنا أيضا ضمائر انعكاسية ذي ذي شو تصير ذي himself. فنقول له هنا السابعة نقول له them سيل، ولازم ننتبه لها جمع. اذا سيلفز سيل هم سيلفز هذا جواب السابعة واضح اعزائي الطلبة. هذا جواب السابعة يكون بهالصورة هاي. بس انا للسرعة اكتب بالجدول، هي المفروض نكتب الرقم ونكتب الاجابة. زين هسا وين وصلنا؟ هاند هاندز هنا جمع التوذ هنا ما نضيف له اس. هنا شوف 90% يجينا الجمع ما يجينا نضيف له مثل ما هو موجود بالسؤال، لا لو نضيف له اي اس لو حالة شاذة. هنا التوذ والفوت اثنين الحالات شاذة، فهنا التوذ قلنا شلون من الساعة جاوبنا نقول له 8 وخط صغير ونقول له هنا بالثامنة to the 30 تيذ نعم. وهنا جاوبنا الثامنة ونجي الى التاسعة سيبر هيلث. هنا هيلثي هنا الواي راح تقلب. ليش تقلب؟ لان قبلها مو عله، اذا قبلها عله تبقى مثل بلاي بلاير. بس هنا هيلثي هنا قبلها اتش، الاتش مو عله فتنقلب الواي الى اي ونضيف اي ار. فهنا راح تكون عندنا التاسعه هيلثي نقلب الواي الى اي ونضيف اي ار هيلثر. هاي هي التاسعة. إذا نجي العاشرة نايس نايست هنا صارت ما دام هي إس تي بالأخير أو إس تي هنا معناها مفاضلة. الجود تصير بيست حالة شاذة يعني ما نضيف لها هي إس تي الجود. فتصير عندنا العاشرة تصير عندنا بيست تصير عندنا بيست بهالطريقة هاي. زين هنا السامبل 5 يعني هنا هي المفروض سامبل مو سامبل. احنا هاي الملزمة مو مالتي بس يعني مرات اسحبها من النت ونجاوب عليها او من المدارس. مرات الطلاب يجيبوا لي ملازم واحنا نجاوب عليها. هنا مو سامبل المفروض سامبل سامبل بالاي مو بالاي. المهم هنا شي يريد write the first letter for each word يعني اكتب الحرف الاول من الكلمة. هنا اكيد الحرف الاول عندنا اوس، اذا هنا الام ماوس هنا ماوس. وهنا عندنا ويب دبليو
ويب ويب سايت، وهنا عندنا ال يعني هم نكتب الرقم والحرف اللي نحتاجه. هنا ال enough نكتب ال en، وهنا ال en enough، وعندنا ال unit نكتب ال u، وعندنا هنا العفو هنا ال u u او a العفو a هنا aunt aunt يعني العمة والقالة هنا ال u ال a، وعندنا هنا ال sister هنا ال s sister هنا ال sister ال s، وهنا ال g gloves قفازات gloves g هنا g، وانتهى حل هاي الأسئلة، وشكرا للمتابعة.